بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أشرق هذا اليوم بنوره وتجلت في الوجوه بركات جوده. فنحن اليوم بصدد رفد السوق المحلية ب940 باحثا وباحثة عن عمل، توفير أكثر من 48,000 فرصة تدريب مقرون بالتشغيل وتوظيف مباشر وإعادة استيعاب ومنح دراسية لأبناء الوطن منذ عام 2011، إذ نطمح إلى إيجاد 17,000 فرصة عمل هذا العام و21,000 فرصة خلال العام القادم، سواء داخل قطاع النفط والغاز أو خارجه. أخواني وأخواتي، اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد، فالحياة مدرسة لا تتوقف. أننا فخورون بخدمة عمان. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.